لك الله ماما تحياتي ماشي الحال. هلا كيفك؟ والله هلا والله اخي شو صار معك بهالجامعه؟ هات لي شو. والله يا كبير صراحه انا محتار بين طب او هندسه طيران. هلا اهلي بدهم ياني طبيب، بس انا يا اخي بدك للصراحه الطب مهنه مستهلكه، مين ما كان بفوتها. مش انه والله هالشيء العظيم، انا بدي شيء جديد، بدي شيء مثل مخترع عالم هيك شيء. يعني لشتك انت شو معك علامات؟ جبت 80%، جبت معدل 80%. لا قوي ما شاء الله عنك. خليني اشوف لك شو بصح لي. معلمي شوف لك شو حلمي انا صراحة بهالحياة. معلم شفت هذا اللي وقت اللي بتكون بالمسبح وبتصير رح تغرق وبيجي مثل سوبرمان بينقذك من الغرق؟ ايه هاي حلمي بتصير مثله. صديقي يا هلا وغلا، اختيار المهنة المناسبة موضوع كتير صعب، فالموضوع بيتجاوز فكرة اختيار وظيفة بتردلك مردود مالي جيد، لأنه نحن بنقضي وقت كتير طويل من يومنا بالشغل، فمتوسط الوقت يلي بنقضيه بالشغل خلال حياتنا هو 71%، يعني 31 سنة من أصل 45 من وقت ما نفوت بسوق العمل لحد ما نتقاعد، فأنت عم تقضي أكثر من نص حياتك بالشغل، فالموضوع بيستحق تعطيه هيك جزء من وقتك لتختار شغل بتحبه وما تحس حالك عم تشتغل غصب عنك. في نوعية من الأشخاص بيلاقوا السعادة بمهنتهم بناء على نداء باطني، على سبيل المثال الممرضين او الاشخاص العاملين بمجالات الرعايه الصحيه، شغلهم يعتبر جدا خطير وصعب، دائما بيكونوا تحت ضغط وضع حياه شخص او انسان بين ايديهم، ومع هيك اذا سالت اي حدا منهم شو الله جابرك تختار هيك مهنه خطيره ومعقده، فبيقول لك انه هو ما بيعتبرها مهنه او وظيفه اصلا، هي مجرد نداء باطني، وهيدي السعاده اللي بحسوا فيها هيك نوعيه من الاشخاص تعتمد على حبهم انه يكونوا افراد فعاله بالمجتمع، واغلبهم بيجتمعوا على حبهم للقيام أشياء أكتر الناس بيعتبروها مستحيلة، بيعشقوا التحديات، فبيسطع نورهم بالشدائد، وشاطرين كتير بمكافأة نفسهم وقت اللي بيأنزوا شيء بالظاهر كان بالنسبة لهم مستحيل يتحقق. وفي عندك الأشخاص يلي بيلاقوا معنى السعادة خارج نطاق العمل أصلا، أو بمعنى آخر سعادتهم متجذرة بالعلاقات يلي بيعملوها داخل نطاق العمل، فمستعدين يقعدوا بقلب زنزانة سجن طالما في أشخاص حواليهم بيتفاعلوا معهم وبياخذوا بيعطوا معهم، فبفضلوا يشتغلوا بمهن تتطلب تواصل وتعاون بين أفراد الطاقم، بحبوا يشتغلوا أشياء تتطلب أكثر من شخص إنه يتعاون عليها، فالسعادة بالنسبة لهم هو تفاعلهم مع محيطهم، وبهيك فطريق السعادة بمهنتك بيختلف بين شخص والتاني، ناس بتفضل تشتغل باتباع توجيهات وقواعد صارمة تضمن لهم نتائج شغلهم، وغيرهم بفضلوا يقضوا وقتهم بين الناس، وهو الأشخاص بيكون عندهم مزاج مختلف. كتير بنسمع بحياتنا انه لازم نفصل بين العمل والحياة الشخصية، هلا مش رح اقول لك ما تفصل، لا افصل، بس ما تنسى انك مقضي اكثر من نص وقتك بالشغل، هي مجرد حياة بنعيشها مرة واحدة، فما تفكر بالشغل على انه شغل وباللعب على انه لعب وتعيش حياتك بجدية مطلقة وكأنك روبوت، دائما خلي يكون في تكامل بين حياتك الشخصية والعمل، فهيدي كلها انماط حياة متداخلة مع بعضها قد ما حاولنا نفصلها، فما تقول انه هيدي الوظيفة انا صح ما بحبها بس بترد لي مردود مالي جيد فخليني فوت فيها، لا دائما تطلع على شخصيتك شو بتحب انت، شو الشيء اللي بتستمتع فيه وبتعتبره لعب، ما بتعتبره شيء تاسك عليك مضطر تعمله او شيء بالاجبار بدك تقوم تعمله، دائما حاول تختار المهنه يلي بالنسبه لك مش مهنه، هوايه. طيب بعد ما تعرفت على شخصيتك وعرفت شو بتحب، كيف بدك تحدد مسارك المهني كرمال ما تندم مثل 90% من العالم؟ اول خطوه قيم نفسك من خلال اهتماماتك الشخصيه والاشياء يلي بتستمتع وانت عم تعملها ونمط حياتك وقدراتك ومؤهلاتك ونقاط قوتك، بيئه العمل المفضله بالنسبه لك، ظروف العمل يلي بتساعدك تطور من حالك، كل هيدي القصص لازم تعرفها. وبعدين القي نظرة على المهن المتاحة لك على حسب علاماتك شو بيخولوك تفوت، على حسب شو في اختصاصات بقلب الجامعة نفسها، طلع على أفضل المهن بالنسبة لك وعرف عن هيدي المهن كل شيء، حرفيا كل شيء، شو المتطلبات التعليمية بالجامعة، شو المواد اللي بياخدوها بقلب الجامعة، المجال الوظيفي لبعدين، شو شغلك بالضبط، شو بتشتغل، شو هي الشركات يلي بتحتضنك بس تتخرج، الرواتب يلي ممكن تاخدها بس تتخرج، وإلى آخره. لنفترض انك اخترت 6 مهن، صفي منهم المهن يلي بتناسبك اقل شيء، يعني مثلا شيل المهن يلي بتتطلب قدرات مش موجودة فيك، واحذف المهن يلي ما بترجع لك عائد مالي جيد، وإذا قدرت تلتقي بشخص هو أصلا مختص الاختصاص يلي أنت حاطط براسك تفوته، حاول فهم منه تفاصيل أكثر عن هذا الاختصاص، لأنه احتمال كبير تعرف منه تفاصيل ما بتلاقيها لا بجوجل ولا على الإنترنت، وهلا صار فيك تحدد شو هي أكثر مهنة جذبتك، ما تفكر يا صديقي الغالي إنه عملية التخطيط لمهنتك ولمستقبلك وقفت هون، فحتى بعد ما تفوت هيدا الاختصاص اللي اخترته انت راح تلاقي انه في تشعبات وفروع كتيرة ممكن تختص فيها بقلب هيدا الاختصاص، وراح ترجع تلاقي حالك على مفترق طرق من جديد لازم تختار طريق منهم وتفوت فيه. وهون خليني اعطيك نصيحة اخوية، يا صديقي الغالي اوعى تفكر انه
الاختصاص الفلاني اعلى من الاختصاص الفلاني، او الاختصاص الفلاني افضل من الاختصاص الفلاني، ومن الحكي اللي بنسمعه من المجتمع كتير، يعني اختصاص كذا افضل من كذا بس لانه المجتمع قال عنه هيك. بالنهايه حياتك اهم من حكي الناس. والله بعرف اشخاص دخلوا اختصاصات لا هن بحبوها ولا قادرين يكفوا فيها اصلا، وعم يجبروا حالهم عليها بس لانه المجتمع بده هيك. تخيل تدرس اختصاص بيروح من عمرك 5 سنين على القليله تحت الحكم الاجباري من مجتمعك كرمال يرضى وكرمال ما يقول عنك فاشل. تذكر كلامي كتير منيح، فشلك باختصاصك العالي يلي اخترته بناء على طلب من مجتمعك، فشلك هيدا هو يلي رح يخليهم ينظروا لك نظرة الشماتة ورح ينبسطوا فيه كتير. واصلا شو ما اختصيت شو ما فت وشو ما عملت بهالحياة العالم حيحكوا عليك. لهيك فوت اختصاص تعرف حالك بتبدع فيه، ووقتها فرجيهم النجاح الحقيقي وفهمهم بانه النجاح مش بالشهادة يلي باخدها، النجاح الحقيقي هو شو قدرت اعمل بهالشهادة. نهاية يا صديقي شاركني برأيك بالتعليقات، وإذا عجبك الفيديو ما تنسى تعمل لايك وتنضم لعائلتنا وتشترك بالقناة، وإذا حابب تتابعني على الانستغرام أنا دايما بترك رابط حسابي على الانستغرام بصندوق الوصف، فيك تروح تتابعني هونيك. وهلأ سلام.